يلا. ناريمان، أنا هون مشانكم. هاد من ذوقك نيفي. ماجد، أنت محظوظ كتير، مو كل شاب بينحظ بهيك وحدة مثلك. ما كان لازم نشوفك بالصالة؟ إيه، بس رح يكون في تصوير قبل الحفلة كمان. تصوير قبل الحفلة؟ معقول ما يكون في قبل الحفلة؟ طيب، بس نحن عنا مشوار هلأ، ضروري أنا وحبيبة قلبي نقضي. شلون يعني؟ إيه هلأ بلاها ماجد. والله ما فيني أبداً، قبل ما نروح على الحفلة بنمرق دقيقتين. يلا. بآخر فترة من حياتك بعدنا عن بعض كتير أنا وياك، بس هالشي كان غصب عني. بتعرف شو مكانتك عندي، أنت مو بس والدي، أنت وأنا كنا واحد. هاي كنتك صارت عندي، بعرف إنه رغبتك كانت غير هيك، بس أنا هي هي البنت اللي حبيت إنها تشاركني حياتي. والله غيابك وجعني، يعني لو كنت عايش كنت أكيد فرحت بفرحي بهاليوم. أبي وجودك كان إلي مهم وضروري بهاليوم هاد، بعرف، ومن شان هيك جيت شوفك. حبيبتي يلا امشي. ماجد، أنا في شي ضروري لازم أحكي معك هلأ. إيه حبيبتي، عم اسمع قولي. ماجد، تأخرنا كتير، الكل ناطريننا لو سمحت. حبيبتي أحكي، عم اسمعك. ماجد، ماجد، ما عنا وقت ولو شوي، لازم نمشي إذا سمحت. أنا بدي أكون معك لآخر لحظة حبيبي. قولي لآخر العمر. لآخر عمري أكيد. كمان رح أكون معك لآخر العمر. يلا خلينا نروح.